استاذ وائل، انا بغيت نعرف الفيديو اللي غادي تعمل مع سلمى رشيد. صراحه قررنا على فيديو على ديو بعنوان الاغنيه اللي انا قدمتها يا روحي غيبي مع الفنانه حنان. ما بعرف الا لنشوف اذا حفظتها سلمى، فليش لا تعملوها مباشره اليوم على المنصه. بغيت المبدا حيث المبدا غادي ديروا لها فيديو كليب بروشينمون ما في المستقبل؟ لا ما هي اوريدي معموله فيديو كليب انا والفنانه حنان، بس اقترح انه نعمل ديو، فقلت لهم يا روحي غيبي. لكن السؤال، واش عمرك انت واش دابا تتفكر دير مثلا ديو مع سلمى رشيد بكلمات واحده اخرى، اغنيه جديده مع سلمى رشيد؟ اغنيه جديده. انا من الفنانات اللي لها مستقبل كتير كبير سلمى، اذا اشتغلت صح على حالها. وانا معروف عني اني بدعم الاصوات الواعده وبتمنى لك الخير. سؤال شخصي عليك، شنو كيعجبك في وائل جسار؟ الرصانه. شنو ما كيعجبكش وائل جسار؟ العصبيه. عصب؟ لا، انه بس عصب. شنو هي الحاجه اللي كتعصب وائل جسار؟ الغلط، ما بحبه يعني لما اشوف حدا مدعي الفهم وهو ما بيعرفش حاجه، هون بيعصبني كتير. بغيت نعرف وائل جسار، فاش كتكون راجع لبلدك يعني لبنان، شنو هي الحاجه اللي كدي معك من المغرب واللي كتديها ديما؟ يعني اكيد باخذ معي اول شيء محبه الناس يلي هي بتكون دائما غمرتني من اول وصولي الى لحظه الوداع مثل ما بيقولوا. وبنفس الوقت الذكريات الحلوه اللي بقضيها بهذا البلد اللي انا بعده من البلدان يلي برتاح فيها.